السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي في الله، اليوم فيديو جديد وأخبار جديدة. جبت لكم الأخبار على للا حدا وباق الدور والصلح ديالهم. أجيو تشوفوا للا حدا أشنو اللي دارت لباق الدور من بعد ما فاجأها ودار ليها واحد الهدية اللي هي كبيرة، باش يعبر على الانتمام ديالو والحب ديالو لها والتقدير والحب والمودة اللي ما بينه وبينها، وأنه ما باعش العشرة اللي كانت بينه وبينها، وأنه كيقدرها وكيبغيها وكيقول أن حتى حاجة ما كتسوى قدام للا حدا. عفوا الحباب، غنحط لكم الصوت والصورة للا حدا وباق الدور، وسمعوا اشنو اللي داروا وشنو اللي قالوا وشنو اللي وقع بيناتهم. المهم الكل والتفاصيل في الفيديو حبابي، ما نحرقش لكم المراحل، خليكم حتى تشوفوا اني كل شيء صوت وصورة. حبابي انا غادي نقول لكم فقط اهلا وسهلا بالناس كاملة اللي انضمت للعائلة ديالنا الصغرى، شكرا لكم ومرحبا بكم الدار داركم. مرحبا بالناس الجدد اللي غادي يلتحقوا بنا ايضا، ما تنساوش تضغطوا على داك الزر الاحمر والجرس فقط باش توصلوا بالجديد اللي كننزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. حبابي ما تنساونيش بلي لايك 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 لهذا الفيديو، جزاكم الله خيرا، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات يا ربي. كل ما ضغط على هذا اللايك وزاد بيا القدام ودعمني، الله يعطيه كل ما تمنى في حياته يا ربي ويرزقه الجنة ونعيمها ان شاء الله. خليكم حبيبي ما تزبيوش واسمعوا كل شيء الصوت وصورة، واسمعوا شنو وقع ما بين للا حدا وباق الدور من بعد ما جاء طالب وراغب في الصلح ويطلب منها السماح. الله يحفظكم ويستركم ويجيكم من الافات ويجيكم من شر الخلق. دابا حنا جينا لدارنا ديال جديده، الله يسخر كل واحد والله يجعل الامنيه لكل واحد ان شاء الله يا سيدي ربي باش الناس مناو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف انت لاباس عليكم؟ يعني عندنا جينا معنا ديال الدار الجديده ان شاء الله، ما تكون كل حاجه ان شاء الله الدار تبارك الله، ما ان شاء الله ان شاء الله تجيب راه بعد كذا واحد وجاء داويه هذا تريبي هو بيتنا.
هذا كيطلع الصالونات وهذا كيطلع المشاهدين الاعزاء اللي هي واحد الكوزينه